اقول لكم تاني كل سنه وحضراتكم طيبين. انا من الناس بالمناسبه اللي بتحب رمضان قوي قوي، طول عمري بحب رمضان زي كل المصريين. كلنا بيبقى في عندنا حاله كده رمضانيه مختلفه من واحنا اطفال. يمكن قلت لكم قبل كده انا راجل مواليد 75، وعارف انت على راي حسين الجسمي يقول لك رمضان في مصر حاجه تانية. هو رمضان في مصر فعلا حاجه تانية، حتى كل اخواننا واشقائنا وحبايبنا العرب يحبوا رمضان في مصر. رمضان في مصر حاجه تانية، طعم تاني، ما تعرفش، تحس ان الهوى ريحته بتختلف، وشوش الناس. المسألة مش بس في شكل زينة رمضان. أنا أتذكر وأنا صغير كنا نقعد أنا وأبناء الجيران، يعني ولاد العمارة، كلنا الولاد والبنات يعني، نقعد ونجيب الكراريس بتاعتنا بتاعت العام الدراسي الذي انتهى، يقولك العام الدراسي المنصرم. فكنا نجيب الكراريس القديمة اللي احنا مش محتاجين الورق اللي بتاعها، ونقعد نقصقصها على شكل الزينة، وبعدين نجيب نشا ونبدأ ندوبه في المية الدافية، مش المية السخنة ولا المية الباردة، يقول لها هيكلكع وبوظ منك. وبعدين كنا نشتري الدبار علشان نركب الزينة بتاعت رمضان اللي احنا عاملينها بإيدينا، واحنا كنا عيال صغيرين في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وحاجات زي كده وتالتة ابتدائي، الكلام كنا في ابتدائي كلنا يعني، ونقعد نلزقها على الدبار. وبعدين كنا نتشعبط، ولا أدعوكم للشعبطة، بس كنا بنطلع فوق الشجر علشان نربطها ما بين الشجر وبعضه، وما بين الشجر والعمارة، وما بين الشجر وعواميد النور. كانت بتبقى حالة جميلة، مش عارف كنا بنعملها ازاي بصراحة، مش عارف كنا بنطلع الشجر ده كله ازاي. وكنا نقعد نتسابق مين اللي يعمل زينة رمضان أحلى، العمارة دي ولا العمارة دي، والشارع ده ولا الشارع ده. رمضان حلو قوي قوي، وبالذات قبل ظهور الزينة الصيني. يعني ما تشتروش زينة يا جماعة جاهزة والنبي، اعملوا الزينة بإيديكم، احساس تاني واحساس مختلف. عامله بالظبط زي فوازير نيلي وفوازير شريهان وفوازير سمير غانم وفوازير يحيى الفخراني ربنا يديله الصحه يا رب، وصابرين وهالة فؤاد الله يرحمها يعني. فكان رمضان مختلف تماما. وتربت تربت الو مصر للتأمين، المسلسل امتى؟ حالا، رمضان. مش هقول لكم طبعا على كل الالعاب الرمضانيه، لان في بعضها بالسن اكتشفنا انه يشكل خطوره، وفي حاجة اسمها مدفع الكربون أو البازوكة، غلط لو سمحتوا، ده غلط وخطر ومصيبة. بص 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 بقى إيه المأساة والكارثة اللي بتحصل. قال جايب علبة مبيد حشري، هو صحيح يعني، ومركب فيها البتاعة، وبعدين يولعوا فيها، وبعدين تراخ، لا 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 لا، ده احنا بنتكلم على حروق اظنها حروق درجه اولى، ممكن لا قدر الله تتسبب في مصيبه اكبر، تخطير لحد ايه صوابع ايديه، ممكن الروايش بتاعه النار والبارود والكربون وكل الكلام ده بعد الشر تخش في عين حد. يعني احنا بنتكلم في كارثه حقيقيه، يعني اللي كنا الحاجات اللي كنا بنلعب بيها واحنا عيال صغيره، وهي خطر بالمناسبه جنب مدفع البازوكا يا بتاع اليومين دول، يعني كانت دي يعني وكانها حلويات العيد. لو سمحتوا مفيش داعي لاستخدام البتاع ده على الاطلاق. طيب خطورته ايه؟ خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد بن الوليد، عميد كليه العلوم بجامعه جنوب الوادي. اهلا بيك يا دكتور خالد. كل سنة وحضرتك طيب، ورمضان كريم عليك وعلينا وعلى كل الإنسانية يا رب. كل سنة وحضرتك والشعب المصري وأخواتنا في فلسطين بخير وصحة وسلامة بمناسبة حلول شهر رمضان إن شاء الله يا رب. اسمك جميل يا دكتور خالد، سيف الله المسلول والله بجد. أجمل يا أستاذ يوسف، أصل من محبين محبين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قوي يعني. الله يخليك يا حبيبي. مين اللي اختار لحضرتك كان الاسم ده، الوالد ولا الوالدة؟ لا الوالد، الوالد ربنا يبارك لي فيه. اللهم امين يا رب ويمد في عمره. اثناء ما بشر بولادتي كانت قصه سيدنا خالد بن الوليد في الراديو، فهو اصر يسميني خالد بن الوليد. الفال حلو، الفال حلو. الله يخليك يا استاذ يوسف. قول لنا يا دكتور، حكايه مدفع البازوكا ده اختاره ايه؟ يعني يعمل ايه؟ لا حضرتك ده كارثه حقيقيه يعني، للاسف في ايدينا اولادنا. اولا مكوناتها كلها خطر، هي بتبدأ من مخلفات علب المبيدات الحشرية، وبيتحط فيها الكربون، والكربون ده أساسا داخل في تصنيعه مية نار وبنزين
وبعدين الطفل علشان يطلع الصوت ده بيضطر انه يضيف جزء من اللعاب بتاعه على الكربون وبعدين يرج، وهو تفاعل طارد للحراره بتطلع منه قصه كبيره جدا، ممكن يعمل موجه تفريغ هواء جامده جدا. ايوه حضرتك، اولا بيأثر على الجهاز السمعي طبعا، الصوت بتاعه المرتفع مع اطفال مع الكلام ده ممكن يؤدي لا قدر الله الى فقدان السمع. حضرتك، لا الموضوع خطير، وبرضو الحراره اللي بتطلع منه والكلام ده بتأثر على عين الطفل، وممكن تأثر تؤدي الى حدوث حروق من الدرجه الاولى او الثانيه، وكمان لو الموضوع لانه في اطفال بتعمل مدفع ده ممكن لا قدر الله لو ضرب بطريقه غلط ممكن يؤدي الى بتر اصابع او جزء. لا اله الا الله. لا لا لا، الموضوع مش سهل، والمفروض فعلا ان احنا كلنا نحاول نقضي عليه. من حق اطفالنا انها تفرح برمضان، بس تفرح بالطريقه اللي حضرتك كنت بتقول عليها، بالطرق البسيطه والصحيه اللي ما فيهاش اضرار ومشاكل. واحنا دايما بنقول يا رب يبقى رمضان كريم علينا، احنا مش عاوزينه يتحول لحاجه ثانيه. صح صح، يعني مش عاوزين يبقى شهر رمضان يجي نلاقي طفل مصاب ولا حصل حادثه كذا ولا ما الى ذلك، فلازم الاهالي يبقوا واخدين بالهم. ايوه، هتلاقي الاسره كلها والجيران اتحولوا الى قصه صعبه، وده كله عشان حد عاوز يفرح. ما احنا في 100,000 وسيله ثانيه نفرح فيها بعيد عن الطرق اللي فيها المشاكل او الاخطار دي. زي ما حضرتك بتقول، ما احنا طول عمرنا بنستنى شهر رمضان والله، وبنعمل الزينه بالورق، وعفوا يعني احنا في الصعيد ممكن نعمله بعجين وورق ونعمل. ايوه، كنا بنعملها بالنشا بالظبط حضرتك. أيوة، وبنفرح وبنعبي كل الشوارع بيها، لكن من غير ما نعمل حاجات. خلي بال حضرتك، احنا معانا ناس كبيره في السن فمش هتستحمل الصوت بتاع البازوكا ده اللي بيطلع. طبعا في اطفال حديث الولاده مع ضربه الصوت الجامد ممكن يصابوا بنوبه من الضرع. فاحنا بنتكلم في دمار شامل زي ما بيقولوا يعني. فانا فعلا بنصح كل الناس انها تبعد كل البعد عن دي، ونشوف اي وسائل اخرى نقدر نفرح بيها. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك جدا يا دكتور خالد، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلينا جميعا. دكتور خالد بن الوليد، عميد كليه العلوم بجامعه جنوب الوادي.